خصوصا مشروع الوزير نحاس. أنا عم بحكيك لا بابا نويل خبرنا ولا في موسم هيك يعني ولا في شيء. أنا عم خبرك اليوم أنا على يقين من اللي عم بقوله. شو أستاذ محمد بتمنى هيك أو لك العماد عون؟ خليني اترككم تكملوا حديثكم. بس بدي اقول شغله، لا مش صحيح. العماد ميشيل عون يتبنى جملة وتفصيلا المقاربة الكبرى التي تقدم بها وزير العمل شرب النحاس، وهو يدافع عنا وسيدافع عنا، ولكن الأهم من موقف ميشيل عون أو غيره هو أنه 4 ملايين لبناني يتمنوا اليوم أن يقوم مجلس شورى الدولي بالتصديق على هذا القرار واعتباره قانوني، وعلى الدولة بغض النظر عن الأمنيات وعلى الدولة أن تحرص على تطبيقه على الجميع ومن يخالف هذا المطلوب. نعم ما حيطمن يا استاذ محمد، خليني احكم مع محمد بيه لحظه، رح طمن بعدين بعد شوي. محمد استاذ محمد الزيب الخبير الاقتصادي ومسؤول صفحه الاقتصاد في قسم الاقتصاد في جريده الاخبار، شكرا جزيلا لك استاذ محمد، وان شاء الله ما نكون طولنا عليك كثير بهذه المداخله. مشاهدينا رح نروح لفصل اعلاني، من بعده عصيان مدني للهيئات الاقتصاديه بتذكرنا بال 2008 بعد الفاصل. دقت ساعة الصفر. CNN الليلة 10 مساء على الجريدة. برنامج سي ان ان برعاية ماما وقت السهرة تكون ولعانة ممنوع انت تنطفي مع باج فودكا وانرجي، خليك مولعة. الحلقة الأخيرة شفته بعيني لأبوك ولحقته بالتاكسي متجوزة لسمر بنت أبو جميل. ريهام شو انت عبد الحالي وين ما رحت؟ ولك انا ما حذرتك انك ما بقى تطلع معه. عبد الحالي شو عم تسوي لك مجنون؟ عبد الحالي عامل لك شو ما بعرف. قاع المدينة ليلة 6 إلى 10 مساء على الجريد. قاع المدينة برعاية كادو غنوش مارس بيبي سانتا حلوة كيس بطبلية الولا خية مارس بيبي للنوم هنية كادو غنوش. في قطيعة بينك وبين ناس كانوا عزيزين على قلبك، خسرت جارك بسبب سوء تفاهم، خنقت انت وصديق وعبالك تصالحه، خسرت قريب بسبب مشاكل عائلية او مشاكل ميراث وبدك فرصة تصلح وتصالح، الجديد بيأمن لك هالفرصة وبيحط ايده بايدك ببرنامج جديد. ما تتردد، اتصل على الرقم، ناطرينك. بالحلقة الجاية حالت لك لا تأذيني، وقلت لك هاي البنت اكثر شيء بيأذيها انه تنتظري، لانه قضت كل عمرها عم تنتظر شيء ما رح يجي ابدا. بس حقي ودي اخذها ودي جرجر هذا الكلب على الحبوب. مشان الله قلي شو الحل. دخل شرقي من الاثنين للجمعه 7 إلى 10 المساء على الجديد. دخل شرقي برعايه ميثود منسور سهلة التحضير، تجهز بثلاث دقايق، افتتحوا وجبتكم بكباية من ميثود منسور واستمتعوا بالاكل حسب شهيتكم وراح تلمسوا الفرق بعد 7 ايام بس. Explore your power. Explosive. With energy vodka mix. مع انترنت سيراميكا تذوق سحر العيش في مملكتك. انترنت سيراميكا، السحر في كل تفصيل. من الغلط اذا في شبع جبنه وعم بحكي معه؟ عم تحكي وتمشي وتدرسي وتاكلي وتوقفي وتقعدي وتتنفسي معه. شرف ما نرفز فجأة وعمل حاله عم بيختنق ولقى حيالله طريقة تيظهر من البيت. بكفي، غيروا لي هالموضوع. غلطة معلم، تنين والتلاتة بعد الأخبار على الجليل.
مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع رئيس اتحاد غرف التجاره والصناعه والزراعه استاذ محمد شقيل. استاذ محمد يعني تنخلص الاسئله السريعه، اذا ما اليوم مجلس الشورى طعن بهذا القرار وراح الوزير نحاس قال طيب بسكن ما ينزاد الاجر ما تضيفوا بدل النقل على الراتب فليكن اسوة واحتراما لمرسوم ال 96 خلينا نعدل كل الزودات من ال 96 لل 2008 بما يضاعف الاجر 100%. 100 شو بتقولوا؟ انت سحبت السؤال مني، انا بتشكري. الاستاذ محمد كان عم بيقول التضخم من ال 96 لاي سنه؟ 2007. 2007 هو لل 2008 هو 100% مزبوط. انا بدي افترض حامشي على حساباته 300% يعني 600,000 من 2008 لهلا 17% قد ايه بيعملوا؟ مشان هيك نحن كنا بالبدايه عم نقول والخلاف نحن والاتحاد العمال العام التضخم 100% حسب لجنه المؤشر من ال 96 هي لل 2011 مش لل 2008. اني قال له طيب ما نحن عم نصلح، اول شيء عرضنا كان 600,000 ليه؟ نحن بدنا نصلح كل الماضي. من 96 لليوم 100% بنعمله 600,000. لانه كان 600 بترجع قصه 600,000. ماشي حنعتبر من 2008 هي 100% 600,000 ورجعنا زدنا لل 75,000 675,000. طيب بعدين استاذ محمد اليوم يا تناسى يا حب تناسى، طب ما نحن ما عم نقول ما بدنا نزيد، ونحن ما عم نقول انه بدنا نزيد 10,000 عم 20,000، نحن عم نقول طرح الوزير 868,000 طرحنا 875,000. بس انتم ما بدكم تزيدوا التكلفه عليكم للضمان الاجتماعي. ما بيتحملها ما بيتحملها، وبعدين هو بيعرف، هو خبير اقتصادي وانا بحترم رايه وبحترم شو بيكتبه، بيعرف انه بس يشل السياسه على جنب، بتمنى عليه يشل السياسه على جنب، قد ايه الاجارات حتغلى على المواطن؟ طيب بس ما اليوم قديش الميكانيك حيغلى على المواطن؟ طيب بس اليوم شو كمان انعمل؟ ما كمان اليوم المواطن شو بده يعمل؟ تحديدا اللي هو مستفيد، لانه كمان اذا بدنا نحكي بالمنطق مش كل اللبنانيين مستفيدين، لانه مش كلهم مضمونين، وفي 30% بعدنا عم نحكي من العمال بتفيد بس بتفيد اكيد اللي هن انه بتحسن الاجر لحتى غير المضمونين. في عندك اكثر من 40% هن المهنه الحره، اكيد هذا الشيء باثر عليهم سلبا مش ايجابا، يعني اكيد اكيد. طيب هون طيب ليش السلع عم تغلى؟ طيب شو بده يعمل المواطن؟ في سلع صارت خصوصا السلع الغذائيه اللي هي الاساسيه عم تغلى بشكل جنوني وما في اسعار، الاسعار ما عم تغلى. انا بدي اقول لك شغله، انا بتمنى نحن قد ما عم نحكي غلا 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 حنصدق يصير في غلا وعم نحط في غلا في غلا بس ما نحن عم نتابع مع لجنة المؤشر شهر بشهر وقديش الغلاء عم بزيد. لجنة المؤشر عم تنزل تعمل يعني اليوم انا بحكيك بصراحة، اذا اي مواطن بجيب فاتورة هيداك الشهر من اللي بيعملها اللي هي التحويجة يعني الشهر مثل ما بيقولوا، كل اول شهر بروح بجيب غراض من السوبر ماركت، اذا بجيب الفاتورة والشهر اللي بعدها بينزل بجيب زيت الغراض، بلاحظ انه بكل سلعة في إضافة مش ب 100 و 200 ليرة تفوق 500 ليرة يعني. أنا بوافقك الرأي إنه من بعد القرار العشوائي تاع الوزير صار في غلا، صار في بانيك، العالم خايفين لأنه قد بدها تزيد الأكلاف، صار في غلا. نحن وهيدا الموضوع هيدا الموضوع برجع بقول لك إنه نحن حكيناه مع وزير الاقتصاد، في يمكن كم تاجر بس حرام نشمل كل تجار لبنان، حرام يعني نشمل كل سوبر ماركت لبنان، يمكن في تاجر تاجرين سوبر ماركت وحده اما اثنين بس مش الكل. بس العالم انه السلع الاساسيه عم مع بعضها عم تنزاد يعني في اسعار يعني تنقول في اسعار اليوم في اسعار اليوم عالميه عم بتزيد، في سعر العمله عم بتزيد، في الوضع السوري وفي كثير اشياء، كنا نستورد الحليب يعني كل شيء مشتقات الالبان والبيض زاد، يعني في لها اسباب بس ما نقول انه بس لانه التاجر هو بده يربح الزياده والتاجر كذا، مش ما نظلم العالم. تأخذتم بتتوقعوا انه ينقصكم مجلس الشورى الدولي ويرفض المرسوم هيدا؟ انا متوقع انه ينقص لبنان، مش ينقصنا لنا يعني، عم ينقص لبنان يعني. انتوا بتقولوا انه في اصلا اليوم متى سيصدر القرار؟ ما بعرف ما بتتابعوا اصلا اليوم في ثلاث مخالفات بقرار الوزير، في ثلاث مخالفات، وانا على قيم مجلس الشورى ما حيقبل يكون في مخالفات. بس قرار مجلس لا باول مره ولا باول إيه بس بعدين هيدا القرار حقلك بده امضاء رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه
وزير المالية، وزير المالية، وزير العمل. ننسى وزير العمل، أنا على يقين رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية ما حيبيع اقتصاد لبنان، ما حيمضي.